أم دائرة الحجار يحجز مواد غذائية ويوقف تاجر مخالف في إطار أداء مهامها ومحاربة الممارسات والنشاطات التجارية الغير قانونية؟ تمكن أعوان الشرطة من خلالها بأم دائرة الحجار التابعة لأمن ولاية عنابة من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. المزيد من التفاصيل في تغطية جمال لتيم. في إطار محاربة الممارسات التجارية الغير مشروعة، تمكنت عناصر أمن دائرة الحجار من ضبط سلع واسعة الاستهلاك تمثلت في 15 قنطار، حوالي 15 قنطار من مادة الفريك، 160 كيلوغرام من عجين التمور، وحوالي 100 كيلوغرام من التوابل من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى معدات وآلات تستعمل في توضيب وتغليف هذه المواد الغذائية. صاحبها يقوم بممارسة هذا النشاط بالرغم من تبليغه من قرار الغلق. تم اتخاذ كل الإجراءات في حق المخالف بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية.